القول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، مرحبا بكم في عدد جديد من هذا البرنامج المحبب لديكم على قناتكم المحببة، قناة الجمهورية، برنامج قول الفصل. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، في هذا اليوم المبارك الكريم من أيام رمضان الأغر، سنتناول وإياكم مقاما جديدا من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، وهو في الحقيقة جائزة من جوائز رمضان، وهو استجابة الدعاء. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حينما بشر أصحابه بقدوم رمضان قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام للصائم في رمضان: دعوة لا ترد. وقال عليه الصلاة والسلام: وللصائم في رمضان دعوة لا ترد في كل يوم وليلة، أو وذلك في كل يوم وليلة. فالدعاء مقام عظيم، وزمانه في رمضان، أو يتأكد زمانه في رمضان. والدعاء هو العبادة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة أن جعل لها هذه الجائزة، هذه الغنيمة العظيمة، ألا وهي استجابة الدعاء، استجابة الدعوات. ليس فقط كما يظن الناس من أن استجابة الدعاء تكون فقط عند فطر الصائم، وإنما في كل يوم وليلة، في كل ساعة، في ليله ونهاره، في غدوه ورواحه وصباحه ومسائه وثوانيه، في كل أنفاس رمضان دعوات مرفوعة. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى حينما وصف رمضان، قال: ودعاؤه مرفوع، أي أن دعاءه لا يرد، أي أن دعاءه لا يرد. والدعاء قد جاء في السنة النبوية، جاء فيه فضائل كثيرة، فمنها كما ذكرنا أنه هو العبادة، ومنها أنه أشرف العبادة، ومما ورد فيه أيضا أن الدعاء ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. الدعاء هذا أيضا صاحبه وعده الله عز وجل بمغفرة الذنوب كلها، وقد قال رب العالمين في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. إذن فهو يوجب ماذا؟ معية الله، أن رب العالمين يكون معك. ثم ماذا؟ ثم هو موجب لمغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. الدعاء يرفع البلاء ويزيل الهم ويدفع الغم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء ينفع مما نزل من البلاء فيرفعه، ومما لم ينزل فيدفعه. الدعاء سبيل الأنبياء، سبيل الصالحين، سبيل الأولياء من عباد الله تبارك وتعالى. فما من نبي وما من صالح وما من ولي إلا دعا ربه تبارك وتعالى لعلمهم وإيقانهم إلى أن من ألهم الدعاء ووفق له
فإن الدعاء محمل بالإجابة، وقد قال ربنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الآية هذه تفيد ماذا؟ تدل وتفيد على أن الدعاء يوجب القرب من الله تبارك وتعالى. ثم ما من نبي كما قلنا إلا دعا ربه، فهذا صفي الله آدم، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا شيخ المرسلين نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. سيدنا إبراهيم الخليل أيضا دعا ربه تبارك وتعالى بدعوات: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وغيرها من الدعوات. سيدنا موسى أيضا دعا ربه تبارك وتعالى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأجابه الله، أجاب دعوته واستجاب ولبى نداءه، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الحاصل أن ما من نبي إلا دعا ربه تبارك وتعالى، ما من ولي إلا دعا ربه تبارك وتعالى. ولهذا على المؤمن ألا يغفل في نهار وليل رمضان، على ألا يغفل عن هذه العبادة الجليلة العظيمة التي جعلها الله عز وجل جائزة من جوائز رمضان. فمن جوائز رمضان استجابة الدعاء. وعليك أيها الصائم، أيتها الصائمة، أيها المباركون الأحباب، أن تعلموا جميعا أن الله عز وجل إذا وفقنا وإياكم للدعاء فاعلموا أنما يريد أن يعطينا ويستجيب لنا. ولهذا كان سيدنا عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن دعاه فأجابه، واستغفره فغفر له، واستهداه فهداه، واستنصره فنصره، وتوكل عليه فكفاه. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا، اللهم اجعل دعاءنا مرفوعا ونداءنا مسموعا، يا كريم يا عظيم يا وهاب يا تواب. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.